الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب صف ثامن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم إن شاء الله عن الدرس الثالث من دروس التربية الإسلامية، وهو بعنوان نعم الله تعالى على خلقه من سورة النحل من الآية 68 إلى الآية 72، وهذا هو الدرس الثالث أو الحصة الثالثة من هذا الدرس. بداية نذكر بأهداف حصة اليوم: أن يفسر الطالب قول الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نبدأ بتهيئة الكتاب فنقول: من نعم الله تعالى على خلقه في سورة النحل، يمر النحل بأشياء كثيرة ولكنه لا يلتفت إلا إلى الأزهار والثمار، ويعمل النحل بروح الفريق فلا يكل ولا يمل. ما الدروس المستفادة من الجملتين السابقتين؟ ما هي الدروس المستفادة من الجملتين السابقتين؟ سمعت من يقول النظام، وسمعت من يقول التعاون، أحسنتم جميعا وبارك الله فيكم. ومنكم من يقول من يعمل بروح الفريق، ومنكم من يقول عدم اليأس. كل هذه إجابات طيبة وأحسن الله إليكم. فنستمع أو فنرى فنقول: الأولى النظام كما قلتم، الثانية الجد والعمل الجماعي بروح الفريق، الجد والعمل الجماعي بروح الفريق. نقول الهدف الأول أن يفسر الطالب قول الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والهدف الثاني أن يستنتج الأمور التي تستفاد من دراسة الآيات أو الدروس المستفادة من هذا الدرس. الهدف الأول، فنقرأ الآية فنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الشرح الظاهر لهذه الآية: من نعم الله تعالى على عباده أنه خلق لهم من جنسهم وشكلهم البشري أزواجا لتحصل المودة والرحمة، حيث خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعلهم أزواجا، وقد امتدت نعم الله ليجعل من هذين الزوجين أبناء وأحفادا بهم تستمر الحياة وتستقيم المعيشة. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الخلق المتسلسل عبثا ولم يتركه سدى، بل رعاه ورزقه من طيبات الأطعمة والأشربة وأشكال الرفاهية، غير أن الناس يجحدون وينسون هذه النعم إلا من رحم الله، فينكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الكفران والجحود بقوله: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. رغم كل هذه النعم تتخذون آلهة باطلة تعبدونها من دون الله، وفي المقابل تكفرون وتنكرون وتجحدون هذه النعم التي لا تخفى عليكم ولا تفارقكم. فواجب العبد اتجاه هذه النعم أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وذلك بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ولذلك يقول الله لنا في القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أبنائي، معنى يعني بعض الأسئلة من خلال الفهم الظاهر لهذه الآية، نقول استخرج نعمة الله على عباده في هذه الآية. ما هي النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على عباده في هذه الآية كما قرأناها أو تلأناها؟ نقول نعمة الزوجة والولد والأحفاد. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، إلى ما يشير قوله سبحانه وتعالى من أنفسكم. والله جعل لكم من أنفسكم معناها إلى ائتلاف المودة والرحمة بين الزوجين،
فكل منهما مكمل للآخر. بما قابل المشركون هذه النعمة، كيف قابل المشركون هذه النعمة؟ نعمة الزوجة والأولاد والأحفاد. نقول قابلوها بالجحود والنكران لها. لزيد قال الله عز وجل عنهم: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أيضا ما واجب العبد تجاه هذه النعم؟ ما واجب العبد تجاه نعم الله سبحانه وتعالى عليه؟ وكيف يكون ذلك؟ نقول واجب العبد تجاه نعم الله عليه أن يشكره عليها، أن العبد يشكر الله عز وجل على هذه النعم. وكيف يكون هذا الشكر؟ يكون هذا الشكر بإفراده وحده سبحانه بالعبادة، ولا يشرك معه أحدا من خلقه. هذا يعني بهذا يكون قد انتهينا من الهدف الأول. أما الهدف الثاني، ما هي بعض الدروس المستفادة من الآيات؟ نقول أن الدروس المستفادة دروس كثيرة، يعني كما درسنا من خلال فهمنا لتفسير الآيات نستنتج منها بعض الدروس، منها أن نعم الله سبحانه وتعالى، نعم الله على عباده لا تعد لا تحصى ولا تعد، نعم الله على عباده لا تحصى ولا تعد من أول درس. ولذلك يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله على عباده لا تحصى ولا تعد. الأمر الثاني: حكمة الله تعالى بالغة في تقديره للأمور، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وأيضا الأمر الثالث، وهو أمر مهم، الذي ألهم النحل بيوتها ومساكنها هو الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. لذلك ربنا عز وجل أوحى إلى النحل أن تتخذ من الجبال ومن الشجر بيوتا ومما يعرشون. وأيضا نقول أن في العسل شفاء من الأمراض بإذن الله تعالى. لذلك يقول الله عز وجل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يبقى من الأمر الرابع أو من الدروس المستفادة أن العسل شفاء من الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الخامس والأخير، نقول أن بداية أمر الإنسان ومنتهاه بيد الله سبحانه وتعالى، يقدره كيف شاء. أن بداية أمر الإنسان ومنتهاه بيد الله سبحانه وتعالى، يقدره كيف شاء. أبناء الطلاب، بهذا يكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس من نعم الله تعالى على خلقه. افتح معي الكتاب صفحة 109، وأذكركم بحل تدريبات تقويم الكتاب صفحة 109 السؤال الخامس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.